الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، معاشر الاخوه، خطبتنا وحي كسابسن تهي اسبابتا الهي اعطوك الرزق وهو واسع. وعن اكسون هي امتا وحا ومقبلا كي ملوك هيا وابيل يرزق، لكن مش هو سيسي امتا دول بحرسان دواه وحق وراها إلى نفسنا يا الله حنا يا الله ما يقول، لكن رزق إله النسيء أنت بقولك بكبرني هاي هنا دقراته ورزق أولاد إله النسيء ورزق هنا عفاقته ورزق هنا إيمان هيسته ورزق وحق لسوق ومكان ورزق وكبر أنت مالك يا إله هم نسيء، لكن دفعوا ما يكون حوالي حتى ربطه إني إلهي رزقك هو أصغير مركبك هو ذو حد وقاتها رزقه هو ربك فرقه وحالا ما هيستا دمانا إنا رقاتو لمن إنت وحقو لمن هي أبدا فوكسو قاني حدي عاد ديارات فرشادو رزقك على ريا ومن عندنا كل موتو رزقه يسو ورده يقاد بسكاسو درو كلي سلا هذا مرتها وحاد شرف قدية تاينا الحلال قلت حرام عنك ديرات ما هي لي قرآن تغير إيه مدو إيه بين مدو شوكتا إيه دايح سب سب كود صوتا الله أرزاق إيه كور قبا هذيكم هاي المعصر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها عند الله وغير شيء أصلا والبهائم رزقه هو قبا ما هي لي الدمار كل هذا يستطاع وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وده حرارة من عمر الرزق لم تموت نفس حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجمل طلب النبي صلى الله عليه وسلم إن في مرد من يدك إله القرآن ما يسترنينه إلهي كعب صدى وحرارة النبي صلى الله عليه وسلم حرارة هذا الرسول بشأن هذا كله أسباب تا مر كانت في إله يروح أبو أصغي وحكو كا إله عبسي ديسا إله عبسي ديسا معنا يضوك الله وحويا إن أدى الله كعب توبوح وكتشو بدا كتشو طوبوح وفرق عدد ما دو دين تنهات كعمل فشي كتاب القرآن كأه وهي أهل كسيها وكو يرى لآت كقن عدو ما لنت دمنا أنو ديار قرمو أمرك الله إن قادر وحنا يرابنا عكتو هذه هي التقوى. إلهي بأنا أقول رب لنا كسيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. روحي الله كعصر. إلهي قريش كستمر وغبر وصمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا قريش يعني كست إله وكاسر ويرزقه من حيث لا يحتسب ومكي على القصر قال مال أرى حويرات الرزق أرى كفي لنا منا. رزق إلى وابلنا إلهي بلنتي سكما أدو بلنت مغوفين وعصم الأهلي إلهي بلنتي سكما بحيو أدو البحر يبقوا عن رزق أوحي لو عمري ذو عبادة الله إمو بلنا وحا يستطاق إن لغو أرزاق أيو تبوذنا مع عرق وشيء إليه وشيء آد قوين وانا رشاد وانا سبني أدو كلا بضو حضويا أسباب الرزق إلهي بوحا هو سجد كمد سبحانه وتعالى التوكل على الله إن إلهي ثلاث أمور عالقها على أسكن حاجة نبلاها على أسكن أبوتها على أسكن ها سبب الله إما أوش قيسوا واجب لكن وإن إلهي كنت سنة تودر توحى دم فض إلهي يقيم حتى إن يدس بدو عليه وحده من الله في محيره وذكرنا سنك كرنا إنما أوتيت على علم عندي مولي. أحنا ولن حولها إيه وحنا هذا سنة قبوم بحكو كانت رأي أني بنا كمان كيني كرتد أبونا كمان كيني كرتد طولنا كمان كيني كرتد وفض إلهي وبرحت إذا إلهي التلاذ قديمه ومن يتوكل على الله فهو حسبه منك إلهي التلاذ قديمته فهو حسبه إلهي وكفر أليس الله بكافر عبده من إلهي أدوه يسكو كلا نهار وكفر نبي نوح عليه صلى الله عليه وآله وسلم حداد إلهي سب قبعة لذو قديم الله يدين وإذن أرزاق لها سيدة شمبره وأرزاقه أرورت إيضا بقلارن أمال عرشق أورن بيشمرت دولي
هويا قيمة بدل مجلس لكن هذا ضغط الروح ومدى الشقة إذا يدنت هذا كشفية إلهي بعد أنا كلمة قوة سبحانه وتعالى أصبات الرزق الوحكم نقصه قبل قبلنا يا سعة الرزق بر على البر للوالدين والدين لما ده والد والله سبحانه وتعالى ومن أهم الأشياء هذين نوليين إيه هذين انتنبا لما ده والد والله بهدار رزق هو كحي هذا لما ده والد عاقد أبوه فعلا رزق أبوه محايري إنه قوارد إنه قوارد من حضو قلبك بمروب يقعوا سبع أرضاك وكدر موالدكم والعذاب أنت عذاب بات كنتا عذاب ديار كنتا كواكر نوك صغير محايري واحد وقاتها والدك هباني الدعاء لبضا فالدعاء دي سواء أفضل هذا يقول الله محايري بل جنة واحد كنتا والدك أبار المسلم انتيسا حضر أحتنا الله أفرس والدك حضر أحتنا الله عقبات أقوط والعاب من أهل النار محايا الشرك يا عبد ماذا لو داشي نبو أنتو أحسان الله هذا وعده ألا أربيكم بأكبر الكبائر ورما إذن الشيء قدام اللي قال هو وين رسول الله نوشك رسول الله نوشك صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله إله وحق إسا مخلوق لله وداشي كو وقدام اللي قال هو وين فوق الأمدها وعقوق الوالدين شركة محالة مرسية لبدا والد وعقه والله هدو انت والد كلها على قاتلها هدات الهو او بسرعية فأنت عاب اسكنا فضل الكلام سؤال مبير وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل بهما أفل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيتني صغيرا توحيد كي يوحى الحديدية لبدا والد بارك الموضوع دي بالحديدية شركي كي عقل مدينة والحديدية لبدا والد هديك هو أبوين هذا أما متقوت هو أبوين هذا قصة مفهوم كلمة اللي دعوه أفعى من لبدا والد كلام منه وحي قرص ومرين تبقوا النقر ما رأس درس كنقر ما رأس درس كنقر من هذه ما رأس درس كنقر لا 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 ما يلبى قصر الله تبقوا مرأة عمدو فهي باتر تقول بيو شوال وقدنا يا أضاهي ما ترسل الله مدوك تاي أبال كاب موحو نقر يا إنا دبال اللي دعاكو نوطة بمايا روح مسلم حبي استساس فار حضير دنتين يا حدي نوله اللي بضا ببارين ميكا قبل هاي باب الكرام أسباب ترزق ويبرنت هاي إلهي أودت أوسك سيدي وعقب أسباب رزقك إلهي وقوة سعيد الشكر على النعم نعم هذا الله قوة غي تنات قروة أقصته قد إلهي وشكره تنات قروة أقصته قد إلهي وشكره نعم هذا عدد وارك تأذين على الله اسكال إذا اسكال كنسان لا ولا مدافن ولا مدافن شك ملك لأن الله إلهي وقال إن شكرتم لأزيد لنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد حديم يعني سياد إلى هذا الشيء ده شو بمحوي هاي وأنا قلبي كجر ورسته إلى كون عليه وأنا العرب إلى كيش بده وإني إن المدي ماشي إلى هاي وقط رجلا آدم تو حدي آدم المدى كيش بنو وإذا ما وإلى هاي وش بنو هذا سما إن عذابي لشديد ولا قاعد ولا رافين ولا قاعد ترتين إذا نحبان الكرام أسباب تلزم إلى أنت أصعب ضرب لك أرسيا أيوة حسود يا رب كستو حدين رزق وودب واحد أسمات الله قوة سبحان الله رب العالمين إله ما أكرم من إسكاله إستجار ما مرا إستجار حديد إستجار محفوظ يوم قوة سعيا حتى إستجار حتى دين أمرتو أسمات يسوع وودب ولا دين أمرتو